يا جودي. ايه ايه؟ بصراحة انا بروح لجودي بس بضحك يعني، مش خلاص عايزين نتكلم. مش عايزة اسألها، انا عايزاها هي تتكلم. عايزة تعملي ايه يا جودي بعد كده؟ عايزة تبقي بتغني ولا عايزة تبقي ممثلة ولا عايزة حاجة تانية خالص غيرهم ودول يبقوا موجودين؟ انا بصراحة لا، عايزة حاجة من دول. انا نفسي اكون بصراحة قولي ما تخافيش من ماما كابتن وبابا. طيارة. ايه؟ كابتن طيارة، كابتن كابتن طيارة؟ طيار، يعني دي عايز حاجة تالتة خالص. دي مفاجأة دي على فكرة، دي جديدة دي. أنا ما شفتهاش كانت قبل طلعت تقريبا في البرنامج، الفكرة جت. طب انت عرفتي منين ان انت يعني بتحبي لا ثانية واحدة بس، الطيران؟ هو حتى الطيران ماما سواقة وبابا الطيران دلوقتي برضو أول مرة أول مرة يعني، يعني دي المعلومة مفاجأة دي يعني مفاجأة. أنا مرة دي طلعت خلال جديدة. إمتى يا جودي؟ وإحنا قاعدين دلوقتي دلوقتي؟ لا بسرعة من بصراحة قبل. من قبل؟ بس ما كنتيش قايلة لحد. ها؟ لا معلش بصراحة مش عارفة، طب ليه الطيران؟ علشان أنا نفسي بصراحة أركب طيارة تاني، وإن شاء الله إن شاء الله أروح السعودية يا إن حبيبتي. شاء طب ما انتي الله. ممكن تسافري يا جودي عادي وتركبي الطيارة، ليه انتي عايزة تسوقيها؟ لأن أنا عجباني عجباني عجبتك الفكرة بتحبيها الطيارة ان انتي تقعدي بقى تسافري كل تبقى يوم ليدر، ورايحة وجاية؟ ها؟ تبقى ليدر بقى وكده إن شاء الله. طيب